ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ نزلت امبارح في جروب ليديز كورنر على الفيسبوك اهميه القرنفل والروزميري للشعر. وبصراحه الروزميري كان الناس مهتميه تعرف جدا ايه اهميته بالنسبه للشعر. نزلت ان هو بيقلل من التساقط وبيكثف الشعر وبيدي لمعان حلو جدا، تمام. وكله كان بيسأل طيب ازاي احنا نعمل زيت الروزميري، وكنت اديت طريقة برضو، كتبت طريقة ازاي هنعمل الروزميري في البيت. وعندنا طريقتين، خلينا متفقين الاول ان الزيت اللي بيتعمل على البارد دايما بيبقى من افضل الزيوت، تمام. بس احنا عندنا الطريقة اللي على البارد دي بتاخد وقت حوالي 6 اسابيع، وفي الطريقة التانية اللي هنعملها مع بعض دلوقتي طريقة سريعة وبتدي نفس النتيجة ان شاء الله. اولا ده روزميري اهو، ده فريش، وممكن نجيب عادي المجفف من عند العطار. هحتاج كمان برطمان، تمام، ازاز وزيت زيتون، اوكي تمام. هنعمل ايه؟ اولا اللي بيتعمل على البارد، عشان اللي حابب يعمل برطمان ويسيبه 6 اسابيع وبعد كده يستعمله، تمام. اللي عايز يعمل السريع برضو تمام، بدي نفس النتيجة. بنجيب الروزميري ده ونحط في البطرمان، حط حبة كويسين يعني مش بمقدار، وبعد كده اغطيه بزيت الزيتون، تمام. نحطه واغطيه بزيت الزيتون، اوكي. بعد كده هقفل البطرمان كويس قوي، تمام، لازم اقفله كويس جدا. ولو قدرت ان انا احط حتة قماشة عشان تسد اي هوا يدخل، او بلاستر حوالين الغطا كده، يبقى تمام قوي عشان اتأكد ان هو محكم الغلق ومفيش اي هوا ممكن يدخله. بعد كده احطه في مكان بيوصل له الشمس، اوكي. هسيبه في المكان ده 6 اسابيع، بس طول ما انا رايحة جاية صبح بالليل ظهر اروح ماسكة البطرمان رجة وحطه مكانه تاني لمدة 6 اسابيع، وبعد كده اجي امسك البطرمان ارجه افتح اخد الشوية اللي انا محتاجاهم، بعد كده اقفل ارجه تاني واسيبه مكانه، تمام. خلاص بعد 6 اسابيع طبعا تقدري تحطيه في اي مكان، مفيش مشكلة. طيب احنا طيب مش عايزين نستنى 6 اسابيع، نعمل ايه؟ هنعمل اللي هقول لكم عليه دلوقتي. احنا حطينا اهو روزميري، نحط شوية كمان، تمام، حلوين دول، اوكي. طيب بصوا اهو، حط شوية كمان. هنعمل ايه بقى؟ الطريقة السريعة ان احنا هنحط الروزميري في البطرمان، اوكي حطينا اهو في البطرمان، ماشي، وهحط عليه زيت الزيتون، تمام. خلاص كده اهو، ادي زيت الزيتون اهو، اوكي يا جماعه، تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هنجيب حمام ميه وهنحط البطرمان ده فيه، اوكي، واحطه على النار. اول ما الاقي الزيت ابتدى يسخن هروح مطلعه شايلاه على جنب واسيبه لغايه ما يبرد، بعد كده ارجه رجه، اقفله وارجه رجه، واقدر ايه استعمله، تمام. يبقى انا هحط الروزميري زي ما احنا شايفين في البطرمان واحط عليه زيت زيتون، واجيب حمام مائي احطه فيها، تمام. واول ما الزيت يبتدي يسخن، خلاص الزيت سخن تمام كله اتفاعل مع بعضه، هشيل البطرمان من حمام الميه على جنب واسيبه يبرد خالص، بعد كده اغطيه وارجه واقدر استعمله. هحطه انا دلوقتي في حمام مائي وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات، انا حطيته في حمام ميه سخنه، تمام. خلاص شلته من على النار، هجيب حاجه بس اطلعه بيها عشان لسه سخن. هسيبه لغايه ما يبرد، بعد كده اغطيه وارجه شويه واخد منه الكميه اللي انا عايزاها واعمل بيه ماسك للشعر، تمام. انا هطلعه من الحمام الميه وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات، المفروض ان هو ابتدى يبرد شويه، فانا هفضل ارج فيه شويه كده، وبعد كده اضمن ان هو برد خالص بس، وبعد كده اخد منه حبه
واحط اعمل بيه ماسك على شعري. تمام. طيب نعيد تاني، معلش انا هطول عليكم. اللي هيتعمل على البارد بيقعد 6 اسابيع، وتحط في مكان فيه شمس يتقفل كويس قوي، وطول ما احنا رايحين جايين نرجه. تمام. اللي بيتعمل السريع بيتحط في حمام ميه سخنه لغايه ما الزيت يسخن، زيت الزيتون يسخن. تمام. بعد كده اطلعه من حمام الميه، استنى عليه يهدى شويه او يبرد، واقفله ارجه شويه كويسين، واخد منه الكميه اللي انا عايزاها واعمل بيها ماسك على الشعر. تمام. اسيب الماسك لمده ساعه، حلو جدا، واشطفه عادي. اشوفكم على خير.